معنا ننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران حازم كلاس. أنت تتواجد الآن داخل إحدى المستشفيات التي تأوي مصابين بالفيروس. حدثنا عن ما يدور من حولك وعن آخر الإجراءات المتخذة وعدد المصابين والمتعافين. نعم كمال، يعني في الواقع يمكن القول بأن التلفزيون العربي هو القناة العربية الأولى التي تتمكن من الدخول إلى إحدى المستشفيات التي تحوي مرضى كورونا، ويمكن للكاميرا أن ترصد هذا المشهد. هناك بطبيعة الحال عدد من المرضى من النساء ومن الرجال من كبار السن، وحتى هناك أيضا من صغار السن نوعا ما، ويمكن القول باليافعين أو الأطفال. أما بالنسبة لأعداد المرضى وأعداد المصابين في إيران بالمجمل فيصل عددهم، بات يتجاوز 5000، وعفوا 35000 إصابة. وبحسب وزارة الصحة الإيرانية هناك ما يقارب 3000 منهم بحالة خطيرة. ربما سأحاول سؤال أحد المرضى هنا على الهواء مباشرة، كيف يعني أصيب بكورونا وكيف هي أوضاعه الآن؟ سلام. چطوری با کرونا مبتلا شدید و الان وضعیتتون چجوری هست؟ اگه توضیح بفرمایید. کرونا رو به قول معروف از نظر سینه، از نظر قفس سینه من متوجه شدم که غذا هم که میخواستم بخورم بی میل بودم، میل نداشتم که مثلا غذا بخورم. یه به خودم اومدم که کلن اصلا به خودم گرفته کرونا، که صاف رفتم بیمارستان سجاد کرج. يقول انه كان يواجه مشكله كبيره في التنفس ولم يكن لديه شهيه للطعام، وهناك ضيق ايضا كان لديه في التنفس، واحس بان الاعراض التي واجهها هي اعراض كورونا فتوجه الى احدى المستشفيات. اسكن از من گرفتن، از سینومینم گرفتن، بعد دکتر مستقیما منو فرستادن که باید بری بستری. قاموا باخذ الصور الشعاعيه له وتم وضعه في المستشفى بطبيعه الحال. یک هفته بستری شدم با دوا و سوزن و قوس و این حرف و اینا، بعد یک هفته دیگه منو مرخص کردن بعد آوردنم. بقي في المستشفى لاسبوع كامل، والآن خرج إلى هذا القسم من المستشفى، إلى هذا المكان من أجل البقاء في حجر صحي. الآن لا يشعر بالقلق، باتت أوضاعه أفضل بكثير، نفسه أفضل بكثير. ما چه نصيحتي برای مبتليان دارید يا برای هر کسی؟ برای ملت غیور ایران دارم که به قول معروف تو خونه هاشون بمونن، بیرون نیان و با این کرونا به قول معروف مبارزه بکنن، نذارن خانوادهشون بگیرن دچار ناراحتی و ایجاد ناراحتی داشته باشن، همیشه سلامت باشن. کل شکر، نتمنى لك السلام. ايضا سالته انه ماذا ينصح المصابين او من قد يكونوا سليمين ومن اجل مواجهه كورونا، فقال يدعو الجميع الى عدم الخروج من المنزل والبقاء في الحجر الصحي المنزلي. ربما ساسال احد الاطباء هنا، السيد ماندغار. مرحبا دكتور، اگر اجازه بدید توضیح بفرمایید توصیه های مهم و بحث دارو هم که مطرح هست چجوریه؟ مهمترین توصیه اینه که خب واسه کرونا اولین و مهمترین قدم اینه که بهش مبتلا نشه و پیشگیری است. و یه ما میتونیم بگیم که وسواسیت به خرج بدیم، دستمون به جای میزنیم قبل از اینکه به صورت بزنیم حتما ضد عفونی کنیم. يعني يؤكد الدكتور على الوقاية بشكل أساسي، وحتى أن يصل مرحلة غسل الأيدي بشكل دائم إلى مرحلة تحمل الوسواس معها قدر الإمكان، وأن لا نلمس وجوهنا. وماسكو دستكشو حتما استفاده كن، ورعاية فاصلة با فرد مورد نظر حتما رعاية. أن يتم ارتداء الكمامات والقفازات وأن تراعى المسافات السليمة بين الناس في حال خرجوا من منازلهم. و همچنین موارد دیگه میتونن تغذیه مناسب و سالم استفاده کنن و خواب مناسب و به موقع
که بتونن سیستم ایمنی بدنشون رو قوی نگه دارن. من اجل الحفاظ على النظام المناعي في الجسم قويا يجب ان تكون التغذيه جيده، النظام اليومي جيد، النوم بموعده، الحياه بشكل طبيعي. در مورد دارو بفرمایید. واسه کرونا داره خاصی در نظر گرفته نشده و به نظر من مهمترین دشمن کرونا سیستم ایمنی خوب بدن انسان میتونه باشه. حتى الآن سألت الدكتور عن الأدوية فقال أنه حتى الآن لا يوجد أي دواء، وأفضل دواء هو بطبيعة الحال أن يكون النظام المناعي للجسم قويا. شكرا لكم دكتور. وهنا لابد أن أشير إلى أنه من الطرق التي بدأت إيران باتباعها فيما يتعلق بمكافحة كورونا هو استخدام بلازما الدم المأخوذة من الجسم السليم أو المتعافي من كورونا ووضعها في الجسم المصاب. هي بلازما الدم بطبيعة الحال تحتوي بحسب ما سألنا المختصين الذين بدأوا في هذه التجارب في إيران، قالوا أنها تمارس الآن وتجرى في أمريكا، تجرى أيضا في جرت سابقا في الصين. وبلازما الدم بالنسبة للشخص المتعافي من كورونا تحتوي على بروتينات وعلى الكثير من الأجسام المضادة لكورونا والتي يمكن أن تساعد المريض حتى الآن بحسب النسب الإحصائية بنسبة 40% على التعافي من هذا الفيروس. وبالتأكيد يعني ندعو كما ندعو دائما في التلفزيون العربي إلى الوقاية والالتزام بالمنزل، هي ربما حتى الآن الطريقة الأفضل. حازم كلاس أشكرك على هذه التغطية المباشرة بامتياز، ولن تظل معنا بالنظر إلى التدابير الصحية المحيطة بك.